توقعات الجمعة الموافق 7 أبريل 7 نيسان 7 4 2023، بحذرك يوم الجمعة من دهاء الأشخاص اللي بيحيطوا بيك، اللي انت بتعرفهم واللي بتعرف ازاي تستخدم طريقة معاهم عشان ما يستخدموش سحرهم عليك. حاول تتجنب كل الالتزامات اللي فيها وعود في اليوم ده، لأنك للأسف ممكن تبقى مش قدها. في عروض هتبتدي تبقى مثيرة بشكل كبير جدا بالنسبة ليك ولكل اهتمامك، لكن في الواقع هتبقى بتوضعك في مواقف كتير ممكن تبقى مزعجة ومحرجة في ذات الوقت. هتتطلب منك كل علاقاتك مع الأشخاص اللي حواليك اللي بيقدموا لك خدمة ومساعدة منك النهاردة، انك تديلهم صدق اكتر في العلاقة وفي كل النوايا اللي بتبقى تجاهها. كل الاهتمام النهاردة بنسبة كبيرة هيبقى موجه ليك، هيجيب ليك محادثة عاطفية ممكن تبقى مش حلوة كتير مع أشخاص بيمثلوا لك مؤسسة وقرارات واضحة في حياتك. هيجيب ليك محادثة لازم تكمل فيها، هيبقى فيها مكانة عالية كبيرة جدا بالنسبة ليك في شغلك، بنسبة واضحة مع كل أصحابك حتى اللي هتبقى تتناقش معاهم في أخبار مختلفة هتبقى في حياتكم. هتبقى بتتعلق بأشخاص تانيين انت بتعرفهم في الفترة دي. هتكون عندك توقعات حلوة في اليوم ده بشكل مش عادي من غير اي اضطرابات، فما تقلقش. كل ده هيخليك تتجنب اي نوع من انواع المواجهة، خاصة لو كان في التزامات بمسؤوليات جادة وانت مش مستعد ليها في اليوم ده بشكل كبير. حاول تتريث شوية وحاول تاخد مشورة الاشخاص اللي حواليك اذا كانوا من اهلك او اصحابك في اليوم ده. يوم الجمعة يعتبر في حدث عاطفي كبير هيحصل لينا، هيبقى بيتعلق بطريقة ما بامرأة في يومنا ده. هنبتدي نناقش ايه اللي هيحصل فيه. كل الاشخاص اللي حوالينا النهاردة طول اليوم يعتبروا قريبين مننا بشكل واضح، لكن مش هتكون بس النهاردة افضل حالتنا، خاصة الجسدية والعقلية اللي بنبقى بنمر بيها، لكن ممكن نشتغل اكتر على نفسنا وعلى ثقتنا في نفسنا بشكل عام. هيجي لنا النهاردة في تطور سريع لكل الاحداث اللي عندنا وكل مستوياتنا الشخصية والاجتماعية، هتبقى منغمسة بشكل واضح في كتير من المشاعر والحالات المزاجية اللي بنبقى بنمر بيها في الفترة دي. ممكن نفوت حاجات كتيرة، وببساطة النهاردة بنصحك انك ما تتلفش اعصابك من خلال التفاصيل دي. علاقتك النهاردة هتبقى حلوة مع شاب من أسرتك أو من أصحابك، هتطلب إنك يبقى واضح بس في كل الحاجات اللي بيقولها ليك، وعلشان تبقى شروطكم واضحة والاتفاقات اللي انتوا بتقوموا بيها سليمة ومثالية بالنسبة لي الطرفين، عشان ما يكونش في أي سبب يحصل من خلاله سوء تفاهم أو حتى شك ممكن تبقى عندك النهاردة نزاعات في يومك انت مش جاهز ليها اساسا عاطفيا، هتبتدي تنشأ في الزواج او حتى في الحب، فخليك حذر اكتر علشان ما تتطورش بعد كده لتفاصيل انت ممكن تبقى مش حاببها. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا بعمله.